اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. في فيديو النهارده هناخد ازاي احول من الستيت سبيس ابروتش للترانسفير فانكشن، وهنغطي الموضوع ده باربع امثله. عموما اخدنا الستيت سبيس للمالتي انبوت مالتي اوتبوت سيستم، بيطلع المعادلتين ستيت ايكويشن والاوتبوت ايكويشن، وزي ما قلنا ان الابعاد لازم تبقى بشكل صحيح عشان ابقى اشتغل صح. وقلنا ان اليو هو انبوت فيكتور، خلي بالك اليو انبوت فيكتور، اما الاكس هو الستيت فيكتور، ومعايا الواي هو الاوتبوت فيكتور. قلنا ان البي هي الكنترول ماتريكس، الاي السيستم ماتريكس، وعندي السي الاوتبوت ماتريكس، والدي الفيد فورورد ماتريكس، ويعتبر عندي الاي هي ماتريكس مهمه قوي في الاناليسيز. عندي نبدا باول حاجه بالستيت ايكويشن. عندنا في المعادله التفاضليه بالشكل ده، معروف ان A و B عبارة عن matrices و constant، اما X هنا و U عبارة عن small، وبالتالي دي معناها في التايم دومين. نروح نجيب اللابلاس ترانسفورم، معروف ان X دوت اللابلاس بتاعها S X capital ناقص X of 0 بيساوي، طبعا هنا دي في التايم دومين يبقى capital، وده في التايم دومين تبقى capital زي ما انت شايف كده. خلي بالك ال X small دي معناها الدالة في التايم دومين، عوض عن T بزيرو في التايم دومين، يبقى اجيب x اوف t في التايم دومين وعوض عن t بزيرو فيه. خلي بالك الاكس ده فيكتور وليست سكيلر، فيكتور، يبقى عندي هفرض زيرو انيشال كونديشن، يعني الاكس اوف زيرو ده عباره عن فيكتور يبقى كله زيروس. امال يا باشمهندس انت كاتبه رو ليه؟ لا خلي بالك كاتبه ترانسبوزد هنا، يعني هو رو اقلبه يبقى فيكتور، تمام؟ اقلبه يعني خلي الصف عمود والعمود صف، يبقى عندي فيكتور. او ممكن اقول اكس 1 اوف 0 بيساوي اكس 2 اوف 0 وهكذا لغايه اكس ان اوف 0 بيساوي 0. دي معناها زيرو انيشال كونديشن. طب ليه انت فرضت زيرو انيشال كونديشن؟ لان انا بحول ستيت سبيس لترانسفير فانكشن، والترانسفير فانكشن عشان اشتغل عليها لازم تبقى عند زيرو انيشال كونديشن، ده شرط من شروط ترانسفير فانكشن، يعتبر عيب، عيب من عيوبها. هنبتدي نعوض عن دي بزيروس، يبقى اخد الاي اكس الناحيه الشمال تبقى عندي اس في اكس ناقص اي في اكس، هاخد الاكس عامل مشترك اخدها في الاتجاه اليمين. خلي بالك ان انت تاخد فيكتور ده فيكتور عامل مشترك لازم يتاخد في الاتجاه الصحيح، تمام؟ هو ناحيه اليمين هنا وناحيه اليمين يتاخد ناحيه اليمين. خلي بالك تبقى اس ناقص اي، والاس دي سكيلر، ما ينفعش اطرح سكيلر ناقص ماتريكس، فانا بضربها في المحايد الضربي. مين المحايد الضربي في الماتريسيز؟ هو الايدنتيتي ماتريكس اللي هو اي، يبقى اس في اي ناقص A، ده كله مضروب في الاكس، اكس فيكتور عندي بيساوي الترم الناحيه اليمين ده، تمام؟ زي ما قلنا ان الاي عباره عن ان في ان، لان الاي عباره عن ان في ان، يبقى اسمها ايدنتيتي ماتريكس، والان هو الاوردر بتاع السيستم. هبتدي اضرب في مقلوب ده، مقلوب ده اللي هو الانفيرس، اضرب ناحيه الشمال عشان اطير ده يبقى اليونيتي ماتريكس، يبقى اضرب القوس ده في الانفيرس بتاعه ناحيه الشمال، يبقى اضرب هنا ناحيه الشمال. غلط لو ضربت ناحيه اليمين، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. هروح لمعادله الاوتبوت ايكويشن عندي اللي هي سي اكس زائد دي في يو، هجيب اللابلاس الواي تبقى واي كابيتال، والاكس تبقى اكس كابيتال، واليو تبقى يو كابيتال، سي ودي كونستانت ماتريسيز عندي. اعوض عن الاكس، مش انا الاكس جايبها من السلايد اللي فات بالشكل ده، اعوض عنها، اعوض عنها فين؟ في مكانها، يبقى السي الاول بعد كده الاكس، تمام؟ زي ما انت شايف كده. هنا عندي يو يو بس في الناحيه اليمين، يمين الترم، يبقى اخد يو عامل مشترك في اقصى اليمين والم ده، يبقى ده عباره عن ماتريكس، ده عباره عن فيكتور، وده فيكتور، ما تنساش الواي فيكتور، اليو فيكتور، ودي عباره عن ماتريكس، وبالتالي ما ينفعش اقول واي على يو هنا، غلط. ليه؟ لان ده فيكتور، ما ينفعش تقسم واي على يو لان يو فيكتور، وبالتالي الماتريكس دي يطلق عليها ترانسفير فانكشن ماتريكس، هي عباره عن ماتريكس كل ترم فيها عباره عن ترانسفير فانكشن، تمام؟ لان ده فيكتور وده فيكتور، يبقى دي ماتريكس، هي يطلق عليها ترانسفير فانكشن ماتريكس ريليتس الاوتبوت فيكتور للانبوت فيكتور. خلي بالك ما ينفعش تقسم، يعني ما ينفعش تقول واي على يو، بتطلع بالشكل ده غلط. تعال كده ناخد سبيشال كيس، لو الواي يبقى سكيلر واليو يبقى سكيلر، يبقى في الحاله دي ينفع اقسم. لو عندي الواي سكيلر واليو سكيلر، ينفع اقول الواي على اليو، كده صح، لان سكيلر على سكيلر، تطلع دي عباره عن ايه؟ سكيلر، يبقى بالتالي الناتج دي تبقى سكيلر، يبقى ينفع اقول ان واي على يو بتطلع بالشكل ده. يبقى لو انا هحول الستيت سبيس عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت لترانسفير فانكشن سنجل انبوت سنجل اوتبوت، تطلع المعادله النهائيه اهي، وهسميها تي لان تي دي عباره عن الترانسفير فانكشن النهائي. خلي بالك عندك هنا في حاجه اسمها اس اي ناقص اي اس ماينس 1 اللي هي الانفيرس بتاع الماتريكس. اجيبه ازاي؟ في خطوات عشان اجيب الانفيرس. اول خطوه بجيب الادجوينت بتاع الماتريكس واقسمه على الديترمينانت، الديترمينانت اللي هو المحدد، وبالتالي تعال نعوض في المعادله الاساسيه اللي كانت السلايد اللي فاتت، اعوض عن الانفيرس بتاعها هنا مكانها،
يبقى سي في الانفيرس في بي زائد دي. اعوض هنا ابتدي اوحد مقامات، اوحد مقامات على الديترمينانت، ابتدي اضرب كله ده سكيلر، تمام؟ الناتج دي سكيلر، ناتج يبقى سي في الادجوينت في بي زائد الدي في الديترمينانت، الديترمينانت سكيلر والدي سكيلر طول ما انت شغال سنجل انبوت سنجل اوتبوت، يبقى ما فيش مشكله في الضرب. لاحظ ان ده كله هيبقى في البسط وده في المقام. مش دي ترانسفير فانكشن، هو مقام ترانسفير فانكشن يعتبر ايه؟ كاركترستيك ايكويشن. يبقى الديترمينانت عندي ممكن اكتبه كده ديترمينانت وافتح قوس، او ممكن اعمل محدده كده ونفس المصفوفه، يبقى ده اسمه ديترمينانت، تمام؟ يبقى ده اسمه ترانسفير فانكشن دينومينيتور، يعني هو مقام الترانسفير فانكشن، وبالتالي ده يطلق عليه الكاركترستيك ايكويشن. لو انا اخدت الكاركترستيك ايكويشن دي سويتها بزيرو، اللي هي الديترمينانت سويتها بزيرو، يبقى انا بجيب الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن، جذور المعادله الكاركترستيك، او يطلق عليها الايجين فاليوز، او يطلق عليها البولز بتاع ترانسفير فانكشن. ناخد مثال، عندنا مثال ادي الايه، هو عايز الكاركترستيك روتس. قلنا ايه هي الكاركترستيك روتس؟ ان انا بجيب الكاركترستيك ايكويشن اللي هي المحدده اس اي ناقص اي، وبعد كده بسويها بالزيرو اطلع الروتس. يلا مع بعض، اس اي ناقص اي معناها الايه هنا 2 في 2، يبقى احطها زي ما هي. هقول اس في المحدده الاي دي عباره عن ايه؟ تبقى 2 في 2 برضه، 2 في 2 عشان الايه 2 في 2. الاس طول ما سكيلر هتتضرب في ماتريكس يبقى تتضرب في كل عنصر، اضربها في كل عنصر، يبقى الواحد يتضرب في اس والواحد يتضرب في اس والباقي زيروز. اطرح هنا يبقى اطرح كل عنصر من المناظر ليه، تمام؟ تطلع بالشكل ده. ايه منها اجيب اس اي ناقص اي مباشره، ازاي؟ القطر الغير رئيسي اغير اشاراته، والقطر الرئيسي اطرح منه اس، يبقى اقول اس ناقص القطر الرئيسي، اس ناقص القطر الرئيسي، تطلع بالشكل ده. يبقى الكاركترستيك روتس عندي او الايجن فاليوز بتاعت الايه او البولز بتاعت السيستم، ان انا باخد المحدده بتاعت دي بتاعت المصفوفه وبسويها الزيرو. يلا نجيب المحدده، اضرب دي في دي ناقص دي في دي، تطلع بالشكل اللي قدامك اهو، دي المحدده، يعني خدت المحدده تطلع بالشكل ده. هبتدي افك دي اطلع المعادله دي، حللها بالاله تطلع قيمتين، القيمتين اللي عندي دول عباره عن قيمه موجبه وقيمه سلبه، السلبه دي معناها في الليفت هاند سايد والموجبه في الرايت هاند سايد، يبقى السيستم انستيبل، يبقى السيستم انستيبل لان في جهاز ناحيه اليمين. طب على نفس المساله لو طالب اس اي ناقص اي اس ماينس 1 اجيب ازاي؟ انا جبت اس اي ناقص اي المصفوفه دي، اجيب ازاي الانفيرس؟ اول خطوه انا محتاج الادجوينت. طب الديترمينانت انا جبته في السلايد اللي فات، الادجوينت هجيبه ازاي؟ عشان اجيب الادجوينت في خطوتين، اول حاجه اجيب الكوفاكتور، الكوفاكتور عندي اس اي ناقص اي، اجيبه ازاي؟ اول حاجه احط الاشارات، الاشارات تبدا اول حاجه موجب واكمل سالب موجب سالب لغايه ما اوصل. طول ما المصفوفه دي 2 في 2 يبقى الناتج هنا هيبقى 2 في 2، يبقى اقول موجب سالب، اكتفي بكده. اللي تحت بيبقى عكس الاشاره، ابدا بسالب بعد كده موجب، اكتفي بهنا عشان هي 2 في 2 كده. عشان اجيب الكوفاكتور اول حاجه حطينا الاشارات، بعد كده بجيب الماينورز عندي بجيبها ازاي؟ ان انا عايز العنصر اللي هنا بلغيه من المصفوفه، بلغيه مع صف وعمود، بلغيه هو وبلغي صف وعمود، يفضل عندي اس زائد واحد احطها هنا. طب السالب واحد انا عايز العنصر المكافئ ليها هنا، الغي السالب واحد والغي الصف والغي العمود، السالب واحد والصف والعمود يديك سالب واحد احطه هنا. طب السالب واحد الغي الصف والعمود والعنصر كل ده يديني سالب واحد احطه هنا. طب اس زائد واحد الغي صف وعمود والعنصر يديك اس احطه هنا. ابتدي اضرب الاشارات دي في الاقواس اللي عندي دي، تطلع بايه؟ تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يبقى ده اسمه الكوفاكتور. بعد ما جبت الكوفاكتور اعمل له ترانسبوزد، يبقى الادجوينت عباره عن ايه؟ الكوفاكتور اللي انت جبته اعمل له ترانسبوزد، ترانسبوزد يعني اقلب الصف عمود والعمود صف. يلا الصف ده اخليه عمود والصف الثاني اخليه العمود الثاني، تطلع بالشكل اللي قدامك ده، تمام؟ يبقى وقتها اجيب الديترمينانت اللي انا جبته في السلايدات اللي فاتت، يبقى الانفيرس بتاع الماتريكس دي عباره عن ادجوينت على ديترمينانت، تمام؟ يبقى دي الانفيرس بتاعي. خلي بالك هنا اس اي ناقص اي دي الماتريكس الاصليه اهي، انا عايز الانفيرس ليها. بص كده ادي الانفيرس، عمل ايه هو؟ مسك القطر الرئيسي، الرئيسي بدله، بدل عناصره زي ما انت شايف كده، والقطر الغير رئيسي غير اشاراته، كانت سالب واحد سالب واحد خلاها واحد واحد، يبقى ده عشان اجيب المصفوفه الثنائيه. واقسم بره على المحدده، في نوت كده لو عندي مصفوفه ثنائيه بالشكل ده، لو انا عايز الانفيرس اول حاجه اجيب الديترمينانت بتاعها المحدده، نضرب ده في ده ناقص ده في ده، بعد كده اجيب الادجوينت، الادجوينت هيجيبه ازاي؟ مباشره امسك القطر الرئيسي اغير عناصره ابدلها، اعمل تبديل، الدي تيجي مكان الاي والاي تيجي مكان الدي، والبي والسي اسيبها مكانها بس اغير اشارتها. يبقى الانفيرس عباره عن الادجوينت على الديترمينانت، يبقى يديك المصفوفه دي
بره في مقلوب الديترمينانت عندي ادي الديترمينانت، يبقى ده قانون عندك في مصفوفة الثنائي. تمام، نروح لاكزامبل 2. اكزامبل 2 مديني سيستم بالشكل ده في الستيت سبيس، عايز ترانسفير فانكشن اللي هي واي على ار، الار هي الانبوت والواي هي الاوتبوت. اجيبها ازاي؟ يلا كده، عندي الماتريكس A ودي B دي C، الدي بزيرو، الدي عندي بزيرو، يبقى هنا ده القانون الاساسي، الدي بكام؟ بزيرو، يبقى دي شيلها، تاج الانفيرس بتاع دي. هنجيب الانفيرس ازاي؟ يلا نبدا مع بعض، اس اي ناقص A، يبقى اضرب الاس في اليونتي ماتريكس ناقص الاي، اليونتي ماتريكس تبقى ايه؟ 3 في 3 عشان الاي 3 في 3. اليونتي ماتريكس القطر وحايد والباقي زيروز، اضرب الاس في كل عنصر هيبقى عند القطر بس اللي هو المضروب في اس، هبتدي اطرح كل عنصر من المناظر ليه، تطلع بالشكل اللي قدامك. اعمل ايه بعد كده؟ اروح اجيب المحدده، المحدده طبعا انت تفك بالصف الاول او باي صف تختار. لو انت هتفك بالصف الاول يبقى الاشارات بتاعت القانون موجب سالب موجب، هتفك بالصف الثاني تبقى سالب موجب سالب، لو بالصف الثالث تبقى موجب سالب موجب، ونفس الكلام على الاعمده بالترتيب. يبقى انا هفك بمين؟ بالصف الاول، احط قاعده الاشارات موجب سالب موجب، ملهاش علاقه بالاشارات بتاعت العناصر. نروح للعنصر الاول، باخده باشارته، احطه باشارته، لو الاس بسالبه كنت احط بين قوسين سالب اس وافتح قوس كبير، واجي بعد كده العنصر الثاني هاخده باشارته، العنصر الثالث يبقى مع الاشاره الثالثه يبقى باشارته بين قوسين. اجي هنا هروح للاس، الاس دي انا خدتها، هبتدي الغي صفها وعمودها، صفها وعمودها، يفضل المحدده دي، افك المحدده دي عادي، او الاس في دي ناقص ده في ده واحطه بين قوسين. هنا نيجي للسالب واحد، السالب واحد خدته اهو، خلي بالك في فك المحدده بتاخد العناصر لكن في الانفيرس مش باخد العنصر، خلي بالك من الفرق. تمام، يبقى السالب واحد هلغي الصف والعمود، يفضل عندي السالب واحد اهو، الغي الصف والعمود، السالب واحد انا خدته تحت اهو، اضرب دي في دي ناقص دي في دي، تطلع بين قوسين القيمه دي. يلا العنصر الثالث، الغي الصف والعمود، يبقى عندي 0 في 2 ناقص 3 في اس، تطلع بالشكل ده. طبعا انت هتفك دي، المهم تطلع المحدده بالشكل ده. تمام، دي المحدده عندي. نرجع تاني للماتريكس، انا عايز مين؟ الادجوينت، عشان اجيب الادجوينت بجيب مين؟ الكوفاكتور. لو الكوفاكتور بحط ماتريكس بنفس ابعاد الماتريكس دي 3 في 3 واحط الاشارات، يبقى موجب سالب موجب، دايما ابدا بموجب، اللي تحته اعكس الاشاره تبقى سالب موجب سالب، اللي تحته اعكس الاشاره موجب سالب موجب. تمام، نبتدي نحط العناصر عندي، انا عايز العنصر المكافئ لاس هنا. تمام، اسم الماينور، الماينور المكافئ لاس، اعمل ايه؟ الغي الاس والغي الصف والعمود، الغي الاس والصف والعمود يديك اس في دي ناقص ده في ده، تطلع بهنا. اروح للسالب واحد، خلي بالك مش باخدها، بلغيها بصفها وعمودها، يبقى اقول زيرو في ده ناقص ده في ده، تطلع بده. طب الزيرو اوعى تقول ده زيرو يبقى مكانه زيرو، غلط. خلاص، يبقى الزيرو بلغيه والغي صفه وعموده، الزيرو بلغيه والغي صفه وعموده، اقول زيرو في ده ناقص ده في ده، تطلع العنصر اللي هنا. نفس النظام على باقي العناصر، الزيرو اللي هنا ده الغيه صفه وعموده، خلي بالك بلغي الصف اهو والعمود، تطلع ده في ده ناقص ده في ده، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. مع باقي العناصر هتطبق نفس الكلام، هاجي هنا اخلص دي وبعد ما اخلصها اضربها في الاشاره اللي فوق، اخلص دي وبعد كده اضربها في الاشاره اللي فوق، ونفس النظام مع باقي كل العناصر، هبتدي اخلصها تطلع بالشكل اللي قدامك ده. هروح اجيب الادجوينت، الادجوينت قلنا عباره عن ايه؟ الكوفاكتور اللي انت جبته فوق اعمله ترانسبوز، الصف الاول اخليه العمود الاول، الصف الثاني اخليه العمود الثاني، الصف الثالث اخليه العمود الثالث. وبالتالي لو انا عايز الترانسفير فانكشن عندي اعمل ايه؟ اروح سيادتك اجيب السي في الادجوينت في البي، السي احطها، الادجوينت انت جبتها، البي انت جبتها، اضرب دي الاول. خطوات ان انت تجيب الترانسفير فانكشن، اجيب السي في الادجوينت في البي، السي اهي وادي الادجوينت وادي البي، اضرب دي في دي، دي عباره عن ايه؟ 1 في 3، طب دي 3 في 3، يبقى ناتج الضرب عباره عن 1 في 3، ما تغلطش، يبقى اضرب دي 1 في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، يديك العنصر الاول. العنصر الثاني ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، ده العنصر الثاني. الثالث ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، تمام، يطلع عندي 1 في 3 بالشكل ده، وننزل دي زي ما هي. يلا 1 في 3 وده 3 في 1، الناتج يطلع ايه؟ 1 في 1 يطلع ب 10، يبقى اضرب ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، يطلع ب 10 عندي في النهايه، يبقى تطلع سكيلر. طول ما انت شغال على ترانسفير فانكشن سنجل انبوت سنجل اوتبوت لازم تطلع سكيلر الضرب. طب القانون عباره عن ايه؟ سي الانفيرس مضروب في البي،
طب الانفيرس عباره عن ايه؟ الادجوينت على الديترمننت، خلي بالك محطوطه في النص. طب ما انت جايب البسط ده فوق اهو فكه ب10، وخلي بالك الديترمننت هي المقام، هي المقام زي ما انا شرحت في النظري. نروح لمثال تاني، هو نفس المثال الايه ما غيرتهاش، انا غيرت البي، بقت بدل ما 0 0 10 خليتها 10 0 0. خلي بالك هنا نفس القانون اهو، نفس الكلام، ادي الاس اي ناقص ايه جبتها، رحت برضو جبتها هنا، هبتدي اجيب المحدده بنفس القانون، مفيش اختلاف لان هي هي نفس المساله. هبتدي اجيب من الكوفاكتور عندي تطلع بنفس الكلام، وبالتالي هجيب الكوفاكتور الترانسبوز، اجيب الادجوينت، وبعد ما جبت الادجوينت هضربها في السي في البي، تطلع بالشكل ده. خلي بالك اللي اتغير في المساله بس بي هنا، لما تضربها سيادتك تطلع بص كده كثيره حدود، كثيره حدود، وبالتالي عندي عوض في القانون طبعا الدي بزيرو، عوض بعد ما تعوض تطلع بالشكل ده. ده المقام برده ما اختلفش اللي هو المحدده، وده البسط ناتج الضرب، تمام، تطلع بالشكل اللي قدامك. ايه اللي لاحظنا؟ البي لما اتغيرت كانت العشرة تحت، لما بيت فوق غيرت البسط، البسط اتغير عندي. نروح لمثال رقم 4، ادي الاي وادي البي وادي السي، الدي بزيرو، الدي بزيرو عندي، خلي بالك من الدي ممكن يديها لك بقيمه. نروح نجيب برده، انا اعوض عن دي زيرو وتطلع بالشكل ده، اجيب الاس اي ناقص اي. قلنا ان انت مباشره ممكن اجيبها ازاي؟ دي الاي، امسك الاي القطر الرئيسي ده، القطر الرئيسي اطرحه من الاس، يعني اقول اس ناقص القطر الرئيسي، اس ناقص القطر الرئيسي، اس ناقص القطر الرئيسي، اس ناقص القطر الرئيسي، تمام. يبقى اقول اس زائد عكس اشارات القطر الرئيسي، اما باقي العناصر اغير اشارتها مباشره في خطوه واحده. عايز افك المحدده دي، ممكن افكها بالعمود الاول، العمود الاول اشاراته القاعده موجب سالب موجب، موجب سالب موجب، ما لهاش علاقه باشاره العناصر، موجب سالب موجب. ليه اخترت العمود الاول؟ عشان فيه زيرو. يلا كده، العنصر الاول اخده باشارته، العنصر الثاني باشارته، العنصر الثالث باشارته، وافتح اقواس بعد كل حاجه. هبتدي الاس ناقص 2 الغي صفها وعمودها، يبقى دي في دي ناقص دي في دي، يتحط هنا. طيب الزيرو، الغي صف وعموده. ليه؟ طب يا باشمهندس بتضرب الزيرو؟ عشان اعلمك تضرب صح. طول ما زيرو ما تضربش دي، يعني ما تعوضش عنها، خلاص شيلها. طب انا بس عشان لو كانت عنصر مختلف، يبقى الغي الصف والعمود، يبقى اضرب 3 في دي ناقص دي في دي. يلا كده الثلاثه، الغي صف وعمود، تطلع دي في دي ناقص دي في دي، افك دي تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يلا كده هجيب اس اي ناقص اي، هجيب لها الكوفاكتور، يبقى احط مصفوفه عندي 3 في 3، احط الاشارات عندي زي ما اتعلمنا، وابتدي هنا الغي العنصر بالصف بالعمود. طب ناخد مثال الزيرو ده، يلا نلغي الصف والعمود، الصف والعمود، يبقى 3 في ده ناقص ده في ده، يبقى 3 في اس زائد 4 ناقص 5 في 8، تطلع بكده. وخلي بالك الاشاره بسالب لان ده اشاره المكان، دي اسمها الماينور، فكت الماينور، المحدده الماينور عندي، وده اشاره المكان. المهم هتجيب الكوفاكتور تضرب كل قيمه في اشارتها زي ما قلنا، وبعد كده هتعملها ترانسبوز، الصف يبقى عمود، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يلا كده هتروح تمسك الادجوينت تضربها في سي في بي، هتطلع هنا الموضوع صعب شويه. هقول العنصر الاول دي 1 في 3، ما تغلطش، 1 في 3 وده 3 في 3، الناتج يبقى 1 في 3، يبقى عندي دي 1 في دي زائد دي في دي زائد دي في دي، ده يديك العنصر الاول، وهكذا مع باقي العناصر. ده هيبقى 1 في 3 وده 3 في 1، يطلع عندي سكيلر 1 في 1، يبقى ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، يطلع عندك القيمه او الشكل اللي قدام. هروح اجيب واي على ار في قانونها، يطلع عندي بالشكل اللي قدامك ده. احنا كده خلصنا الامثله، انا مديك اكسرسايز واحد اهو، حوله او هات الترانسفير فانكشن بتاعته تطلع بالشكل ده، وكمان اكسرسايز 2 ادي ثلاثي، هات برضو مين ترانسفير فانكشن بتاعه ده، حلهم في البيت. ما تنساش ان انا لما اجيب المصفوفه اللي اسمها اس اي ناقص اي، وبجيب لها المحدده وبساويها بالزيرو كده، بجيب الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن. لو الجذور كلها تقع ناحيه الشمال يبقى السيستم ستيبل، لو احد الجذور او كل الجذور تقع ناحيه اليمين يبقى كده السيستم انستيبل. يبقى من المحدده اس اي ناقص اي بسويها بالزيرو اقدر اجيب القيم واعمل تشيك للسيستم ستيبل ولا لا مباشره. وبكده فيديو النهارده انتهى، ما تنسوش طبعا اللايك والشير والكومنت، ولو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وشكرا جزيلا. Thank you.